اليوم بزني حاجة أكيد طبعاً ما ناش في البلاد هو، لكن حتستغربون شوية اللي هي المسرح. يس، علاش ما عندناش ثقافة المسارح والمسرحيات في البلاد؟ علاش ما نديروش مثل المسرحية؟ هي بلاد كلها مسرحيات طبعا، لكن مسرحيات اللي في بالي بالكم، فعلاش ما نديروش مسرحية للشباب يديروا فيها التمثيليات؟ واي نوت؟ مش شرط مسرحية مثلا تكون تمثيلية فيلم، حتى ستاند اب كوميدي مثلا محاضرات. ما عندناش الحاجات هذه، احنا لاحظت بجديات نادرا ما تلقى ناس ماشيين لمسرح يدفعوا في تيكت للمسارح. علاش؟ والمسرح هذا نفسه بعدين تكون في مسابقات حاجات ما عرفش نتصرفوا، بعدين هم ديروا المسرح هو ستيج وديروا كراسي قدام وبعدين احنا نديروا راي. باهي ها؟ باهي؟ باهي مش باهي؟ في المسرح هذا سموا اول كرسي في الصف الاولى باسمي باهي، لاني ضعف نظر بس.